نقطة واحدة. شاهدوا الكرة تأخذ أعلى الشبكة طبعا قانونية، والتتش بآخر بكل لحظة بكل همسة بكل لمسة بكل كرة. نهائي فرد الرجال سيكون ما بين البطلين الكبيرين الصينيين وانغ هو ومالونغ. الفرق والفردي كانت الثانية في بطولة العالم في زغرب ذات تموج عالي، كانت الأولى على مستوى الزوجي في يوكوهاما. أدت الصين للمركز الأول على مستوى من نهائي فردي السيدات في تنس الطاولة. النهائي الصيني من خلال اليابان، كانت الأولى في الزوجي في 2009 على مستوى الفرق 2008. نفس العمر 22 سنة. ست ارسال مع جيويو، ارسال قصير حلوة. سماش المفتوح بين كلتا اللاعبتين. شاهدوا الكرة في الزاوية البعيدة، وردة فعل رائعة كانت للاعب. أهم النقاط في هذا الشو الصيني كمركز أول وميدالية ذهبية. أوجي في أثينا 2004 على مستوى الألعاب الأولمبية. شاهدوا بالعرض البطيء الكرة في قدم بثماني نقاط مقابل ثلاث نقاط. إرسال قصير، هناك نقطة. والسويد كانت أولى في 2007 جائزة السويد الكبرى مع بلجيكا. وهناك نشاهد وألمانيا، أيضا لا ننسى ألمانيا على صعيد الرجال تحديدا ألمانيا. يو إرسال في منتصف الطاولة، استخدام رائع للوجه الخارجي ثم إرسال سريع. يا سلام، متبوج عالي، وهناك الأداء الرائع. نقطة وإرسال قصير تماما هناك حلوة. فإن الضغط عليها سيكون كبير. إرسال قصير، نعم، ونقطة. أحلى أشواط المباراة. إرسال قصير هو سلاحة. نقطة. شاهدوا جيو، إرسال منتصف الطاولة، نعم، إرسال منتصف. تخرج عنه، لن تخرج عنه النقطة خلال الإرسال. إرسال طويل، نقطة. إرسالها الثاني، إرسال قصير ونقطة. إرسال أعتقد أيضا منتصف الطاولة، نعم، الذكاء بوضع الكرة. سبين ونقطة، قرار لا تردد، لا تردد. نعود. اوه، والتقدم بنقطتين مقابل لا شيء. التقدم بنقطتين مقابل، تتقدم بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. 3-2. اوه، هجوم بهجوم، هجوم بهجوم. شاهدوا بالعرض البطيء الكرة في الزاوية المعاكسة. مباراة كبيرة في نهائي فرد السيدات. إرسال قصير، أوه لعبة حلوة. الزاوية البعيدة، شاهد الوجه الخارجي للمضرب. عودة لنفس الزاوية، لنفس الزاوية. خد منتصف الطاولة. وهنا 8 بين كلتا اللاعبتين كما نتابع ونشاهد. شاهدوا الوجه الخارجي وسوء إرسال جديد. أوه، تقدم بعشر نقاط مقابل ثمان نقاط. ومرة ثانية نعود والآن نحن في الشوط الخامس ونبدأ به مباشرة. تتقدم بنقطة مقابل لا شيء. من ثاني نفس اللاعب إجيو. النخشوط هناك بسرعة. إرسال ورصف الطاولة، نعم، إرسال قصير قريب من الشبكة. السلام، السلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. وخارجي، خارجي وداخلي كما نشاهد. الدفاع كان صعب في اللقطة الماضية، خداع وتمويه. نعود للي شياوشيا إرسال قصير من جديد.
وهناك نفس الوضع نفس الأسلوب. الصين المركز الأول بدون أي منازع 134. نعود بسرعة وهنا على طول مرة ثانية الصراع والتبادل والأداء. غدا سيكون هناك نهائي اسكيت في الرماية ولنا أمل إن شاء الله توقيت مكة المكرمة والدوحة. هناك على طول نعود للأحداث مرة ثانية. موج العالي نعم إرسال قصير وتمويه خداع مرة ثانية. منتصف الطاولة ونقطة. الكرة يجب أن تكون ظاهرة بوضوح أثناء تنفيذ الإرسال. الكرة في الزاوية الأخرى متى تكون؟ متى تكون؟ شوطين متتاليين لم تتوقف لم تتوقف. نقطة منتهى القوة. الله نقطة. وهناك بلوغة للدور للمباراة النهائية كتأكيد. لعب لي ونقطة. تعادل 6-6. نقطة. تعادل 7-7. لعب تعادل 8-8. وبسرعة مرة ثانية في استقبال الإرسال. الله لن يكون طويل. إرسال قصير لكن بزاوية ضيقة. الله خلت جسمها بزاوية خدعتها بحركة المضرب لكن الكرة خرجت بعيدة بدون أي توقف. إرسال قصير والسلامة. إرسال قصير وإن كان نوعا ما طويل. هل تدفع ثمنه؟ ونقطة. تتقدم على مستوى فرد السيدات في 2010. إرسال منتصف الطاولة مرة ثانية. وهناك النقطة الثالثة يا سلام. جاءت في الوقت المناسب لهذه اللاعبة. أفقدتها توازنها. إرسال قصير. الإرسال القصير. التمهيد. هل تكون الزاوية؟ إرسال اللاعب لي. إرسال قصير. حلوة 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 حلوة. صح شاهدوا أخذتها بخداع الجسم بحركة الذراع واليد الممسك المباراة. يلا أعطتها إياها في الوقت المناسب. شاهدوا الكرة في جهة مباراة كبيرة في أصول تنس الطاولة. ونقطة. إرسال قصير ونقطة. إرسال قصير منتصف الطاولة. الرد عليه بسرعة. يا سلام. إرسال في منتصف الطاولة تماما ونقطة. مباراة. نعود للعبة لي. وهناك نقطة الفوز. نعم هذا هو الدرس. هذا هو الدرس الحقيقي. الدرس الياس. هذه اللعبة لي شاوشيا كانت خسرانة في البداية لا شيء ثلاثة. أمل حتى لو كان جزء من بصيص الأمل. وهذا ما كان من خلال نهائي فردي السيدات في تنس الطاولة. عموما اللعبة لي